نروح بقى كده للنسخة دي واللي لينا واللي علينا. احنا اولا قبل ما نروح عاملين شغل حلو جدا محليا وخارجين بروح معنوية رائعة جدا، وده بيأثر بشكل كبير على اللعيبة وعلى الجماهير كمان وثقتهم. فانت اول حاجة رايح بثقة كبيرة جدا وقافل ملف الدوري بشكل كمان محترم. تاني حاجة انت رايح على دولة المغرب اللي هي اصلا زي ما بتنشر اشقاء وغيره، بس انت عندك دعم كده وهاشتاج كان معمول، وطبعا انت الاهلي بتمثل مصر، فانت في ظهرك جماهير حتى اللي مش مصريه ومش اهلاويه، فكم تشجيع اكثر من رائع. رايح بسكواد اكثر كمان من جاهز، السكواد كله كويس فنيا جاهز، ما كانش فيه ضغوطات الفتره اللي فاتت في الماتشات، عندك مدير فني لحد دلوقتي مقدم شغل محترم، ما خسرش مباراه واحده مع النادي الاهلي، فطبعا معاك بعثه بقياده كابتن محمود الخطيب، معاك دعم كبير جدا، فكل الاجواء تبشر كده ان ربما السنه دي والموسم ده الاهلي يعمل ما هو افضل من فكره هنا البرونز، صح كده ولا لا؟ طب انت قلتي كل الكلام كده، المفروض اقول انا اقول ايه؟ انا اقول ايه؟ بس انت قلتي على نادي اتاكدوا قوي فيه. انا كل الكلام اللي انا المفروض اقوله ده انا بقيت خبيره والله. طبعا لا فعلا مهم جدا الروح المعنويه فعلا، اللي اللعيبه طلع بعد مكسب المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك ونتيجه كبيره جدا واداء ولا اروع، بعديها كمان كسبت مباراه البنك 1-0. الحاجه الحلوه ان السكواد اللي معاكي ناس كتيره شاركت ومبقاش عندك قلق ان مين يقعد ومين يلعب ومين غايب دلوقتي. مفيش مشكله خالص، احنا شفنا مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك خط دفاع النادي الاهلي اذا كان ياسر ابراهيم، اذا كان محمد عبد المنعم، اذا كان محمود متولي، اول انا كان عندي قلق كبير جدا قبل مباراه الزمالك لما شفت دفاع النادي الاهلي ما فيهوش، لكن بصراحه خالد عبد الفتاح الصفقه اللي انا خالد انا مرنته في سموحه، كان لسه طالع ولعب معايا مع كابتن حمد نصير طبعا المدير الفني، لعب باك يمين، كان خامه مبشره، لكن ان هو يظهر بالشكل ده في اول مباراه اهلي والزمالك انا ما كنتش متوقع كده بصراحه. مع رامي ربيعه اللي هو رامي اللي كل شويه رامي يثبت لنا ان هو كل ما ترميه في النار تلاقيه يجري وينجح ويبقى حاجه كويسه جدا. دلوقتي ما بقاش عندنا قلق في اي حاجه، نتكلم على نص الملعب اذا كان حمدي موجود، حمدي فتحي، السوليه، ديانج، ومعاهم مروان دلوقتي، مروان عطيه الصفقه برضو انا شايف من وجهه نظري صفقه حلوه جدا. دلوقتي ما عندناش مشكله، كل مركز فيه 2 لعيبه، اي حد موجود فيهم ما عندناش قلق خالص. النجاح يرجع للاعب ولا يرجع للمدير أول الفني؟ اولا لا ينجح اولا لمجلس اداره النادي الاهلي طبعا ان هو يجيب للمدير الفني كل الصفقات الناجحه. انا كمدير فني برضو مستر كولر جاي السنه دي ما يعرفش كل اللعيبه في الدوري المصري، فمين اللي بيجيب له الحكام؟ اتكلم على مجلس الاداره مع الجهاز ده، كابتن سيد عبد الحفيظ وسامي وكابتن سامي قمصان برضو موجودين واكيد بياخدوا رايهم في الصفقات دي، فكل ده نتاج عمل كبير جدا. مجلس الاداره عمل تيم سكواد من اعلى الفرق الموجوده دلوقتي، فما عندناش قلق. بس القلق بقى في اللي جاي ليه؟ المشاكل اللي بتحصل لنا كل موسم، احنا بنلعب دوري دلوقتي اللعيبه مرتاحه بتلعب عدد مباريات سهله، لكن لما تيجي تلعب كاس عالم الانديه هترجع دوري مضغوط مع بطوله افريقيا، فلازم اللعيبه اولا اللي بتلعب واللعيبه ما بتلعبش لازم كله يكون مركز، لان هيبدا في تدوير في اللعيبه، لان ممكن تلعب في ماتش في افريقيا ترجع تلاقي ماتش في الدوري. فهو ده اللي كان عندنا عامل لنا مشكله المواسم السابقه في الموسمين اللي فاتوا. بس انا هرجع من هنا اقول كان في قرار مهم جدا جدا جدا، كنا موجودين هنا في حلقه نقول من 4-5 شهور كده قبل الموسم، وقلت القرار من اهم القرارات اللي اتعملت وده خلى شكل فرقه النادي الاهلي السنه دي، قرار مجلس اداره ان اللعيبه الكبار يرتاحوا. القرار ده مهم جدا جدا جدا، سيبك من الصفقات اللي جت ولا لا، القرار ده هو اللي موصل اداء النادي الاهلي بالشكل ده، لان فعلا اللعيبه الكبار ارتاحت ادائهم دلوقتي ما شاء الله، لو اتكلمنا على اي حد فيهم شكل مختلف تماما عن الموسم اللي فات. اللي جاي صعب، بعد ما ترجعي تلعبي بطوله افريقيا ترجعي من كاس العالم انديه الدوري مضغوط، هيحاولوا يلعبوا المباراه المؤجله نفس المواضيع اللي قابلنا بقالنا سنتين. بس في حديث مهم جدا كابتن سيد عبد الحفيظ من 3 ايام قبل السفر قال لك بطوله الدوري العام السنه دي هي الاهم بالنسبه لنا. ليه؟ الموسم اللي فاتت انت بتحقق بطوله افريقيا، بطوله قاريه، بتوصل ثالث عالم، تيجي تخسر الدوري الجمهور زعلان.
طبعا صح. غريبه جدا. غريبه جدا. صح. صحيح. فخلاص بقى انا خلاص عايز. طيب خلاص يبقى نلعب على الدوري وناخد والكاس وبطولة افريقيا بقى خلاص ما ركزت فيها مع عشان الناس ترتاح. لكن يا جماعه لا، بطولة افريقيا دي بطولة قارية، حاجة كبيرة جدا. أيوة فان شاء الله نقدر نلعب في ثلاث الاتجاهات، اذا كانت بطولة افريقيا كاس العالم للانديه الاول، بطولة افريقيا، الدوري العام، وكاس مصر ان شاء الله اللي احنا قريبين في مباراة النهائي مع بيراميدز ان شاء الله.